يسعد صباحكم من جديد. يعني هذا اليوم بيعتبر من أجمل وأهم أيام السنة الهجرية، لأنه بتحتفل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة دينية عظيمة، مناسبة عيد المولد النبوي الشريف. أكيد اليوم ضمن محطتنا الأولى رح نحكي عن أهمية هذا اليوم المبارك، عن قدسيته، روحانياته، وأيضا الأمور والأحداث الفلكية يلي ممكن تصير فيه. أكيد كيف بيتم احتساب العيد، وهل ممكن تتكرر هي الظواهر والأحداث؟ رح نتعرف تفاصيل أكثر مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو، الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بألف خير. يسعد صباحك هايدي، يسعد صباحك ليلى، صباحك بألف خير. أنت بألف خير يا رب. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بنعيد فيها الأمة الإسلامية والعربية وبلدنا الحبيب، يا رب يكون ينعاد علينا بالخير والبركة. يعني مثل ما تفضلتوا ذكرى هامة جدا. أهلا وسهلا بحضرتك، دائما بتكون موجود معنا بمثل المناسبات الدينية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير. بداية دكتور، خلينا نحكي عن أهمية تحديد عيد المولد النبوي الشريف من الناحية الفلكية. تمام ليلى هايدي، في عنا أحداث وأيام مثل ما تفضلتوا، أيام مميزة جدا، وبالتالي هالأيام نحن بتساعدنا على ضبط الأشهر القمرية. يعني نحن بدنا نعرف كيف بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتم ضبط الأشهر القمرية، يا ترى إمتى كانوا يشوفوا الهلال، إمتى كانوا يحددوا هالمناسبات، إمتى كانت تفاصيل الأشهر القمرية، يصوموا رمضان، يحجوا. هناك بعض المؤشرات يلي نحن بتساعدنا على ضبط الأشهر القمرية. نحن بنعرف أنه كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمدون على التقويم القمري، كانوا يعتمدوا على التقويم القمري، لكن تحول التقويم القمري إلى تقويم هجري بزمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأت السنة القمرية بمحرم، ووقتها تم تحديد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام 12 ربيع الأول، ما بين 12 كان في خلاف ل 17، لكن إذا نحن استندنا ل 12 ربيع الأول، وبالتالي إذا رجعنا 12 يوم على ربيع الأول بنلاقي أنه متى بدأ شهر ربيع الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر التقرير ولد بربيع الأول، توفي بربيع الأول، فإذا كان شهر ربيع الأول في عنا حدثين اللي هي الولادة والوفاة. بهذه الحالة نحن من خلال البرامج الحاسوبية، من خلال المعطيات والمعلومات المتوفرة لدينا، بنرجع لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بنشوف إمتى ولد الهلال في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنضيف 12 يوم، فبنقدر نحدد كم لبث الهلال في السماء حتى استطاعوا أن يشوفوه. هذا في الماضي. اليوم لا، اليوم بالمجلس العلمي الفقهي كل شهر بنرصد الهلال، منتابع القمر، لما بيولد الهلال ومنشوف القمر يبدأ الشهر القمري. لكن اليوم صار في عنا تغيرات عن زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. كما كان في زمان ما في تلوث ضوئي، ما في تلوث مناخي اللي عم نعيشه هلأ، هالاضطرابات المناخية العنيفة، وما كان فيها الإضاءة العنيفة جدا، فكانوا يشوفوا النجوم، يشوفوا الهلال بفترات صغيرة جدا. يعني إذا استمر الهلال 5 دقائق بالسماء بيشوفوه، النجوم يشوفوه أكثر منا بكتير، عشان هيك ظهرت الكوكبات والخارطة السماوية. اليوم نحن نختلف، اليوم صار في تلوث ضوئي، صار في عنا تلوث مناخي، هذا خلى الهلال صعب رؤيته. تمام. فصار بدنا وسائل مساعدة، فإجت التلسكوبات، إجت المراصد الفلكية لتساعدنا على تحديد بداية الأشهر القمرية، ومن هون نحن استثمرنا موضوع بعض الأحداث لحتى نحن نرصد هلالنا وهلتنا اليوم، لحتى ندخل عوامل مساعدة للرصد. لكن بيهمنا كثير تحديد هذه الأشهر القمرية، سواء ربيع الأول أو ذي الحجة أو رمضان أو شوال، لأنه يرتبط فيها عبادات وعادات. فاحتفالية عيد مولد النبوي الشريف لا تتم لو ما تم تحديد صحيح ودقيق لبداية ميلاد الرسول أو بداية شهر ربيع الأول اللي هو شهر ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه الأحداث أو هذه المناسبات الدينية المميزة تساعدنا اليوم على ضبط تقاويمنا وضبط أيامنا وضبط حياتنا بالاحتفاليات أو بالصيام أو بالحج بأوقات مناسبة وأوقات دقيقة جدا. ومن هنا نحن نحتاج إلى هذه الذكرى والعودة إلى وقتها لحتى نعرف اليوم نحن وين صرنا
شو التأثيرات يلي تغيرت من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لليوم؟ شو الشيء تدخل على الرصد الفلكي والظواهر الفلكية؟ تمام. وهون دكتور بدنا نسألك، هل رافق مولد الرسول الأعظم أي حوادث فلكية، أي أمور فلكية، أي حوادث؟ خلينا نوضح بالضبط. كتير حلو هايدي. بالفعل احنا منلاحظ أنه ارتبط بميلاد سواء سيدنا عيسى عليه السلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الظواهر الفلكية. تمام. بزمن سيدنا عيسى عليه السلام منلاحظ أنه كل التصور يلي بيحطوه لسيدنا عيسى عليه السلام بيحطوا مذنب مارر. بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أن السماء ملئت، مثل ما تفضلت بمقدمتك، ملئت شهبا. إذن كان هناك شهب في السماء. لما اجى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع شهب، واجى ميلاد سيدنا عيسى مع مذنب، شعر الناس أن هناك ظواهر فلكية ترتبط بميلاد أعظم الخلق. طيب إذا رجعنا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد أو ميلاده، ولا يخسفان لموت أحد أو ميلاده، وقصنا هذا الحديث على باقي الأحداث الفلكية، نلاحظ أن الأحداث الفلكية في وقت يجب أن تفسر على حالتها الطبيعية الكونية. طيب شو استفدنا بهذا الكلام؟ استفدنا أنه نعرف أنه بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام مرة مذنب هالي، ونعرف أن بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام ب 12 ربيع الأول، إذا رجعنا حاولنا نضبط متى كان 12 ربيع الأول، منلاقي أنه كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام بنيسان إبريل، وفي ذلك الوقت تمر الأرض ببقايا مذنب يسبب الاحتكاك ما بين بقايا المذنب والغلاف الجوي هطل شهابي الدلويات، وهذا يجعل من تحديد الميلاد رسول عليه الصلاة والسلام بالهجري والميلادي دقيق جدا. إذن الأحداث الفلكية التي ارتبطت بميلاد أعظم الخلق هي أحداث طبيعية جدا، لكن ساعدتنا، عطتنا مؤشر، عطتنا دليل، عطتنا توجه لمتى كان الميلاد الدقيق. أنا حتى أعرف الميلاد الدقيق بكل بساطة برجع على مرور مذنب هالي، فبعرف أنه متى ولد سيدنا عيسى عليه السلام. بدي أعرف الميلاد الدقيق للرسول عليه الصلاة والسلام، برجع لليلة الهطل الشهابي، كما يقال ملئت السماء شهب. طيب إمتى حدث شهب ببنيسان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ باليوم الفلاني. فقدرنا نحدد تماماً متى ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى يمكن من فترة كان في شهب تماماً. دكتور سمعنا. هي تتكرر كل عام. هاي حلاوة الموضوع. كل دلائل يعني لبداية. بالضبط. هي تتكرر كل عام وبالتالي ثابتة ما بتتغير. ب 11-12 آب عنا هطل شهابي. ب 27-28 تاني عنا هطل شهابي. بنيسان عنا هطل شهابي. هدول هطل شهابي ثابت. وبالتالي بيساعدنا دليل يعني إشارة أنه هذا اليوم تقاطع ما بين الميلادي والهجري، قدرنا نحدد بالضبط ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. شايفين ما أحلى ربط الذكرى أو خلينا نقول الأمور الدينية بالأمور العلمية. تمام. كيف بتعطينا مؤشرات وبتضبط لنا الأمور لقدام بشكل كتير كبير. هي جمالية العلم فعلا ولذة العلم، أنه استطعنا من خلال ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستقي ليس فقط تجارب حياتية وشرعية وعلم، خلينا نسميه علم حياتي وتاريخي، لا حتى علم فلكي. استطعنا من ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستقي بعض الظواهر، نفهمها تماما، نحدد آلية تحديد الأشهر القمرية بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، نتعلم كيف كانوا يحددون لنحدد اليوم أشهرنا القمرية. دكتور، بيتحدث العالم عن انفجار شمسي وله تأثير على الانترنت، شو حقيقة هذا الموضوع؟ تمام. هلا بقى رحنا لموضوع اليوم الساعة، خلينا نقول بعد ما كنا بموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام صرنا بموضوع الساعة يلي قلق الناس بشكل غريب يعني تماما متفاجئ، يعني نسبة مواقع التواصل الاجتماعي يلي عم تحكي عن موضوع الانفجار الشمسي والانترنت كبيرة جدا. وشكرا لسؤالك ليلى، لأنه هذا وقته فعلا، هذا الموضوع لازم يتوضح بشكل كتير كبير. تمام. نحن بالمرصد الفلكي السوري ليلى هايدي يوميا نرصد الشمس ومنصور البقعة الشمسية. ما رح كذب عليكم، رح قلكم الحقيقة، حقيقة نعم هناك توزع كبير لبقع شمسية لوحظت، نحن عم ننشرها يوميا على صفحتنا، في عدد كبير من البقع الشمسية على سطح الشمس. البقع الشمسية هي مناطق باردة على سطح الشمس أبرد من محيطها. هاي المناطق الباردة على سطح الشمس هي مناطق تختزن حرارة، تختزن حرارة، تختزن حرارة، وفجأة تنفجر. لما تنفجر هالبقعة الشمسية تسبب رياح شمسية، عاصفة شمسية. إذا انفجرت هذه الرياح الشمسية باتجاه الأرض فعلا تسبب انقطاع الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي وعطب التوابع الصناعية التي تدور حول الأرض. طيب اليوم عم نشوف بقع شمسية عديدة،
وعم نتابعها، لكن هي البقعة هذه ليلى صلى فترة، يعني صلى 3-4 أيام. تمام. وبالتالي الشمس تدور حول نفسها مثل كل الأجرام في الكون. فتستغرق دورانة بالنسبة لراصد على الأرض شهر تقريبا، فبكل أسبوعين تنتقل البقع من جزء من مكان لمكان ثاني. هاي الفترة اللي رصدنا فيها البقعة الشمسية انتقلت تلك البقع من مكانها إلى مكان بعيد عن الأرض، وهذا يعني أنه فيما لو انفجرت تلك البقع لن يأتي تأثيرها على الأرض، ولن ينقطع الإنترنت، وما راح يحدث شيء بتشرين الثاني أو أكتوبر كما يتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مجرد إشاعة. لكن نحن الآن باتجاه ذروة النشاط الشمسي الذي سيكون بعام 2025، والله يعين عام 2025 شو بده يحمل ليحمل. صحيح. بده يحمل ذروة ظاهرة النينو، يعني ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وحيحمل معه ذروة الاحتباس الحراري، ورح يحمل معه ذروة النشاط الشمسي. أكثر من هيك. تمام، يعني إذا نفدنا من عام 2025 لازم نوصل للمرحلة النهائية، بنكون نفدنا من مشاكل كثير. بعام 2025 هي ذروة النشاط الشمسي اللي نحن عم نتوجه له. إذا رجعنا للتاريخ ليلى هايدي بنلاقي إنه بسبتمبر بأيلول مثل هذا الشهر بعام 1859 كارينغتون، هذا العالم اللي كان عم يرصد الشمس، لاحظ على سطح الشمس بقعة شمسية، بقعة كبيرة، وبعد يومين انفجرت تلك البقعة. لكن بزمانه ما كان عندنا غير أنظمة التلغراف، ما كان في كهرباء، ما كان في إنترنت، ما كان في توابع صناعية، ما كان فيها الرفاهية كلها، فتأثرت فقط أنظمة التلغراف. اليوم ونحن نعيش في ظل رفاهية وتكنولوجيا عالية جدا، فيما لو حدث انفجار شمسي سيكون فعلا شبه كارثة على المجتمعات. طبعا بالبداية نحن كبشر كبني آدمين ما رح نتأثر، ما رح يصير فينا شيء، ما رح نحس بشيء، لأنه هي عبارة عن شحنات كهربائية أيونية، ويوجد لدينا حقل مغناطيسي يحمينا من جزء كبير منا. لكن من سيتأثر؟ التوابع الصناعية التي تعمل بالكهرباء، التي تعمل بالترددات الكهربائية. عندها تتأثر تلك التوابع الصناعية فينقطع الإنترنت، وأول من يتأثر بانقطاع الإنترنت، صحيح نحن شعب صرنا مدمن أو العالم مدمن على الإنترنت، لكن أول من سيتأثر البورصة العالمية. ستخسر الأرض آلاف مليارات الدولارات المخزنة ببرامج حاسوبية في كمبيوترات البنوك، والتي ستمسح المعلومات عليها. يعني اللي مثلا حدا حاطط بورصة وما بورصة وهي كلها بتختفي. بعد ذلك 3-4 أيام الإنترنت يتوقف بالعالم كله، ويترافق ذلك تشويش أو انقطاع للبث الإذاعي والتلفزيوني. اليوم العالم حط سيناريو لحادثة انفجار الشمس، ووجد أن فعلا لو حدث انفجار على سطح الشمس وهو مجرد وقت، يعني نحن لا ننفي أنه ما يحدث، راح يحدث، لكن أنت ما حدا بيعرف، مجرد وقت، لكن إذا حدث سيسبب مشكلة كبيرة جدا على الأرض بانقطاع الإنترنت والتيار الكهربائي، لأنه نحن عم نعيش في ظل الإنترنت. لا يمكننا نحن إذا يوم واحد نقطع الإنترنت لاقونا كركبنا ضايقنا كذا، فتخيلوا لثلاث أيام ما يصير في تواصل بالعالم، فعلا ستكون كارثة تكنولوجية على العالم، ويحتاج العالم أشهر بل سنوات لإعادة تصحيح ما فعلته الشمس، ما فعلته الشمس بالأرض من خلال انفجارها. إذن أكتوبر تشرين الأول لن يحدث أي كارثة، لن ينقطع الإنترنت، لكن من هون لخمسين عام سيحدث انفجار للشمس، ولا نعرف متى، لأن الانفجار الشمسي لا يمهلنا إلا ساعات لحتى نتفادى ضربة الشمس. يعني إحنا بنشوف البقعة بس ما بنقدر نعرف تمام حتنفجر ولا لا، وما بنقدر نعرف اذا انفجرت باتجاهنا ولا مو باتجاهنا، لان الشمس تتسع لمليون ومئة الف ارض، وبالتالي ليس كل انفجارات الشمس تتوجه للارض. فنقول يا رب دائما الانفجارات تكون بعيده عنا. امين يا رب. ويمكن كمان مو بس حادثه انفجار الشمس هي اللي سببت خوف عند الناس، او كان في شائعات كثيره عن هذا الموضوع. كمان من فتره دكتور محمد لما سمعنا انه كان في نيزك بمحافظه الرقه، سمعنا كمان انه لا كانت كره ناريه. حلو. خلينا نوضح عن هذا الموضوع. برافو، هيدي متابعه تماما الموضوع. هذا الموضوع اخذ كمان ضجه كثير كبيره، للاسف الشديد ما بنسى تلك الليله بالساعه تقريبا 11:30 تم التواصل معي من ناس عايشين في الرقة في الشمال السوري، تحدثوا عن جسم مضيء جدا بصوت مرعب، وتوجه باتجاه طبعا
أتى من الشمال، يعني أتى من تركيا ودخل الأراضي السورية، وتوقع الناس أنه سقط في محافظة الرقة. مباشرة نحن استنفرنا، جبنا الصور، جبنا المعلومات، جبنا البيانات، لاحظنا حجم وكتلة هذا الجرم، لاحظنا آلية الاحتراق، واللون، اللون كان بيهمنا كثير. فتوصلنا إلى النتيجة التالية: لم يسقط ذلك الجرم على الأرض، احترق فوق سماء الرقة، احترق تماما، يعني لما بقي منه ولا جزء، واحترقت الطبقات العليا من الغلاف الجوي بسبب لونه الواضح الأخضر المزرق، وبالتالي لم يحمل معه تأثير. ممكن نشهد هذا الشيء بالأيام القادمة أم لا؟ الأيام القادمة أكيد لا، وصعب جدا أن خلينا نحن البحر هو المسيطر على الكرة الأرضية، وبالتالي 90% من تلك الأجرام تسقط في البحر. ولكن أعود وأقول، موضوع الأحداث الفلكية والظواهر الفلكية فيها هامش قضاء وقدر كثير، وبالتالي لا نعلم متى قد يأتي نيزك. ما فينا نتنبأ ما فيها، لكن النيازك الكبيرة متنبئين فيها. يعني النيازك اللي بتهدد الحياة على الأرض معروفة ومدروسة ومتابعة ومراقبة، لكن النيازك الصغيرة اللي متبع الرقة هذا ما فينا نحن نتنبأ فيه، وما بنقدر نتنبأ إذا حيسقط ولا لا، لكن تأثيره محلي، يعني ممكن مثلا يسبب انفجار محلي صغير، ما بيسبب انقراض البشرية. أما تلك النيازك التي ستجعل منا كما جعلت بالديناصورات انقراض، هذا الشيء متنبأ به، مدروس، متابع، لا يوجد شيء في الأفق القريب لمئات السنين ممكن ما يجي هيك نيزك، وإن شاء الله كمان حتى نيزك ما بدنا لا انفجار شمسي ولا نيزك. إن شاء الله السلامة للجميع. أكيد أكيد، يعني فعلا هذول الشغلات البسيطة جدا اللي بتأتينا من الفضاء رغم أنه فيها أضرار، لكن بالنهاية هي هدايا من السماء. أكيد بدنا نتشكرك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير، وكل عام وسوريا بألف خير. وأنت بألف خير يا ليلى، كل عام وأنت بخير. هايدي كل عام وأنت بخير. شكرا. تحية لكم. شكرا لكم. شكرا للأستاذ رامي دائما. شكرا لك كمان يا دكتور، لأنه دائما بتعطينا المعلومات الدقيقة كلها. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا.